وما زال الخلاف بين الفنانتين هيفا وهبي ولطيفة يكبر يوم عن يوم. فبعد تصريح لطيفة بعدم رغبتها في استضافة هيفا وهبي في برنامجها يلا نغني لأن مواصفاتها الفنية ما تتلائم مع مواصفات برنامجها، هيفا وهبي ردت بطريقة استهزاء: أصلاً لطيفة عندها برنامج، أنا ما أعرف برنامجها، أنا أتحدى لطيفة أنها تقيم حفل بالمقابل مع حفلي ونشوف الجمهور لأي حفل بيروح ومن هي الفنانة الأكثر جماهيرية، هيفا أم لطيفة؟ لكن القصة كبرت من جديد في رسائل تتضمن كلام جارح اتلقتها لطيفة على هاتفها، وصرحت بعدها للصحافة وقالت: الرسائل الهاتفية اللي أرسلتها هيفا لي فيها كلام جارح لأمي والعائلتي، وما أستغرب أسلوبها اللي طاولت فيه على أمي وعائلتي طالما هي تفتقد إلى شعور الأمومة والترابط العائلي، وأنا حقيقة أعذرها لأنها مريضة نفسياً.